تحالف النامتوي عليكاريه كي بربچاف يا باش چي بو و كو يكيرين پاراسنا گل بي گومان ام سپاس يا خوش بويوان دس نشان دكم ياردگان حقا دور ده نقطه يك دي تر شي هي ايرو روج يكينين پاراسنا گل يي پگ هر هيزا دو گل برامبري رخصنا تروريست يا ده اشيدگاره جغرافي دگره ارد دگره دست پشينا دو وقت كي ده گو ارتش دولتا لبرامبري ده اشي باجرا ون گل يي پگ کاری بو بدس خسته بایا برزگار کرنا چیای کزوان گو یک جی دورن هری ستراتیجیک و گرنگ جبوی ری خسنا تروریست یا داعشی لکانتونا جزیری گو بدهاتا بکار آنین دنا واوی ده سی کامپین استراتیجی هری مزن گو داعشی لحرین بکار تا آنین مدنین مخطفین داعش و طلبو ما يقارب 23 مليون دولار فدية لتحرير الرهان. هذا الشيء كمان مثل ما اعلنت الكنيسه الاشوريه في محافظه الحسكه انه هذا الشيء خارج غير منطقي، خارج القدرات اللي تستطيع الكنيسه تتحملها او الشعب الموجود انه يتحملها، وهذا الشيء مو شيء انساني لا يقدر واحد يتعامل معه. بالنسبه لنا الفكره الاساسيه هي رغبتنا واصرارنا على تخليص الرهان، رغبتنا واصرارنا على تحرير المناطق اللي نحن عم نعيش فيها، لتأمين المناطق اللي نحن عم نعيش فيها. هذا الشيء مرتبط مع بعض، هذا الشيء مرتبط بالمقاومة اللي رح تديها الشعب وكل مكونات مقاطعة الجزيرة وسوريا مع بعض. بالصفة حرونة بالحملة اللي صارت بمنطقة الخابور شاركت القوات المشتركة من وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، المجلس العسكري السرياني وقوات الصناديد بشغل مشترك على مدى ما يقارب 3 أشهر. بشكل أساسي خلال الشهر الأخير من الحملة الهجومية اللي قامت فيها القوات لتحرير المنطقة اللي هي منطقة استراتيجية بالنسبة لنا بمقاطعة الجزيرة لتأمين الحماية، لتأمين الاستقرار، لتأمين المنطقة بشكل كامل من هجمات مرتزقة وإرهابي داعش على المنطقة. طبعاً هاي الحملة اجت أساسية بشكل خاص لأن كون عم تمس وجود شعبنا السرياني الآشوري بمقاطعة الجزيرة بشكل خاص. التدمير والهجمات اللي صارت على قرى الخابور الآشورية كانت واحدة من الهجمات الكبيرة اللي تعرض لها شعبنا بالمنطقة هون. معا كمان نتذكر ما يقارب 230 مدني ما زالوا مختطفين عند قوات داعش. هالحملة اجت انتصار لإرادة الشعب لمقاومة وحدات حماية الشعب، المجلس العسكري السرياني وقوات الصناديد. هذا الشيء عم نشوفه هو خلاص لمقاطعة الجزيرة، خلاص للشعب والمشروع الديمقراطي عم نحمله والفكر الديمقراطي عم نحمله للمنطقة. طبعا هالعمليات اللي استمرت وقدم خلالها رفاقنا تضحيات كبيرة، هاي التضحيات هي كانت السبب بقدرتنا على تخليص المنطقة وتحرير المنطقة، منطقة الخابور بشكل كامل، الجبهة الممتدة من منطقة رأس العين إلى منطقة التمر، جبل عبد العزيز بشكل كامل. مثل ما تكلم رفيقنا ريدول كمان، هلا المنطقة لها أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لداعش، حيث إنه عم يستخدموها كنقطة تمركز وتجميع للقوات، نقطة معالجة لقواتهم اللي عم تجي من مقاطعة كوباني، عم تجي من اشتباكات بمنطقة الجزيرة. هذا الشيء كمان عم نشوفه أساسي بالنسبة لنا، نقدر نسيطر وبشكل كامل ونحمي حدود مقاطعة الجزيرة لنقدر بالمستقبل كمان نرجع أو نقدر نركز على تطوير المنطقة وتحديث المنطقة، وهذا الشيء عم يبلش بفرض الأمان، فرض الاستقرار بالمنطقة بشكل كامل. بالأخير عم نتمنى أو عم نطلب كمان ونقدم التهاني لجميع شعوب مقاطعة الجزيرة، لجميع شعوب مقاطعات جزيرة كوباني وعفرين على هذا الانتصار الكبير قدر قواتنا المشتركة تحققه. هذا الشيء كمان عم نشوفه نقطة أو خطوة ثانية بمشوار تحقيقنا للانتصار على مستوى سوريا، فلنقل كلها كمان. يعطيك العافية، ومثل ما مثل ما شرح كمان رفيق ريدور، معلومات اللي قدرة أو خلال الحملة قدرنا نحققها 1100 كيلومتر مربع تم تحريرها، حوالي 532 شخص تم تثبيت قتل من طرف قواتنا، حوالي 220
قرية ومزرعة صغيرة تم تحريرها بشكل كامل حتى جبل عبد العزيز. معلومات أكثر عن الأمور اللي قدرنا نحققها كمان رح تقدم لكم بعد انتهاء المؤتمر. اگر پرسی وهم کن که خب بسته که هفريزي و علي خريد نو بر آواد و فروکن کالسون آن قبل دولتی حتی که آسته بون پرساد و دیمین وقت جمزانن دا عجلک تدبیر خود گرفته بون دریا انفاق آره یا گو فروک نک کاری بون بکنید نوان دریا انفاق آره بود چند نام اینا وقت